مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله وهارد لك طبعا لامبي، وان شاء الله بالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. اهم الحالات التحكيميه النهارده كابتن ناصر. تمام كابتن. قبل ما ابدا كابتن ايمن في الحالات التحكيميه، مهم جدا خلينا نبرز دور النهارده طاقم التحكيم اللي كان موجود وطاقم الفار. خلينا نقول ان الفار فلسفه الفار ايه؟ اللي هو التدخل الادنى في المقابل الحصول على فائده اكبر. وده اللي حصل النهارده، ان الفار ما تدخلش كتير في قرارات الحكم، وان الحكم النهارده ما عولش على الفار. يعني الحكم النهارده ابتدى يشتغل وكان الفار مش موجود خالص. وده دايما كابتن ايمن اللي احنا بنقول للحكام، من فضلك يا حكم خليك في المباراه، انسى الفار خالص، ركز في المباراه، وبالتالي هتبقى الاخطاء اللي انت بتروح ليها في الفار هتبقى اخطاء قليله. هنروح سريعا للبنا الموهوب اللي انا بقول عليه موهوب النهارده، قدم مباراه حقيقي طبعا بشكل كويس جدا جدا، عنده فهم وادراك للقانون يا كابتن ايمن، عنده ازاي يقدر يتحرك على ارضيه الميدان. هنشوف الحاله اللي جايه ديت، يمكن الكل هنا افتكر ان هنا في مخالفه على حارس النادي الاهلي اللي هو الشناوي، ولكن احنا قلنا دايما لما يكون في فرصه لعبه كابتن ايمن، ونشوف هنا اللعب، نشوف الحارس هنا ستوب، هنقف كده، مخرجنا الجميل هيقف لحظه اللعب الكره هنا. الشناوي طلع وعنده فرصه لعب كابتن ايمن، هنا نطلع هنمشي شويه كابتن، نمشي كمان، بس هو هنا طلع رايح للكوره وليس لجسم اللاعب، وبالتالي هنا فرق الطول. يعني الناس ممكن تبقى يعني ممكن تخلط ما بين ان هنا في مخالفه، لا، فرق طول الشناوي عن اللاعب امبي، هو فرق الطول طبعا كان صالح الشناوي، وبالتالي هنا لعب على الكره بدون اي مخالفه. تمام. والقرار هنا طبعا قرار سليم جدا للبنا لنتيجه ادراكه وفهمه للقانون. طبعا هنا هو بيوقف، طبعا سلامه اللعيب في اهم من كل شيء، وبالتالي اوقف لعلاج اللاعب. نروح للحاله هنا زي ما قلنا، لعب بدون اي ارتكاب اي مخالفه، وبالتالي القرار يستمر اللعب، ما فيش اي مخالفه. هروح للحاله الثانيه وهنا ستوب، نرجع تاني كده لحظه، هنقف ستوب. كابتن محمد حضرتك كنت بتلعب مدافع، من حقك تحجز على كورتك صح؟ مظبوط، طالما هي في مسافه اللعب، ولكن مش من حقك انك انت تمسك طبعا المهاجم. وباينه هنا القانون بيسمح ليك انك انت حجز على كورتك طالما هي في مسافه اللعب تمام المدافع، ولكن هنا في المسك، هنا مش شورت، وابتدي هنا برضك يعني هنا بص كابتن هنقول ايه، هنا المسك هنا باين من اللعب، طبقا ان القانون هنا في مخالفه، وبالتالي البنا اعطى القرار. وعلى فكره كابتن الفاول ده مش اي حكم يحسبه، صح، لانه عاده هيبص على الكوره عشان ياخد باله من ايد المدافع. قلت البنا الموهوب، هناك حكم موهوب زي اللاعب كده بالظبط، مظبوط، موهوب وعنده الحته الفنيه الصغيره قوي اللي مش اي حد يروح لها. مظبوط. طبعا اليد هنا تقريبا صعب ان اي حكم يشوفها، وبالتالي هنا طبعا بحييه على هذا القرار، وهنا القرار المخالفه موجوده واحتساب ركله حره مباشره. نروح مخرجنا الجميل للحاله اللي بعد كده سريعا، هنشوف هنا ستوب، نرجع تاني. كابتن دايما بيقول الحكم اللي عنده سنس عنده قراءه للعب، خلي بالك انت مش صفاره بس، صح، انت بتقرا كمان طرق لعب واساليب الفريقين. هنا لما هو شاف ان في هجمه من الاهلي، وبالتالي هنا عنده قراءه مستقبليه للعب. حكم تاني كان صفر، كابتن عادل انت معايا؟ مظبوط. نرجع تاني كده مخرجنا الجميل نشوف الحاله. ستوب، هنا في مخالفه كابتن ايمن. اي حكم كان صفر وكان خلص. صح. ولكن هو عشان عنده قراءه للي جاي، لاعب هنا عنده امكانيه ان هو عنده اوبشن اكتر من اوبشن، يروح ويعدي ويعمل باص هنا يمين شمال، ابتدى يعمل استمراريه للعب، وبالتالي هنا تطبيق مبدا اتاحه الفرصه جميل جدا جدا من الحكم، وهو كان قريب جدا من كل لعبه. بالظبط. ما هنا كابتن القراءه يعني ايه كابتن ايمن؟ خلي بالك اللي بنقول عليه المودرن ريفري، التحكيم الحديث. أي. ازاي الحكم يعرف طرق واساليب لعب الفريقين؟ أيوة. يعني كابتن محمد النهارده بنزل كابتن علاء، انا كحكم نادي الاهلي عارف النادي الاهلي بيحضر ازاي وبيعمل كونتر اتاك ازاي، فابتدي اتحرك على الميدان علشان خاطر اعرف اسلوب نادي الاهلي او نادي الاسماعيلي او نادي الزمالك. انت معجب بامكانياته كابتن؟ موهوب. مش كل حكم يكون موهوب كابتن ايمن. أي. خلي بالك، وده من خلال الحالات. هنا طبعا اتاح باستمراريه اللعب، وبالتالي هنا بشيد بالقرار، وبالتالي هنا راح تبص كابتن ايمن عنده المساحه اللي هو ممكن يقدر النادي الاهلي يعمل كونتر اتاك ويقدر ان هو يجيب هجمه في بدنيا كمان. واضح يا كابتن. يلا الحاله اللي بعديها. بدنيا كويس على فكره كمان يا كابتن، ما شاء الله. نعم. بدنيا حركته في الملعب مع كابتن يعني الحكم. هات اي لقطه في المباراه هتلاقي كابتن بنا قريب من كل كوره،
والزاويه بتاعته شايف كل كره كويس. بص يا كابتن، هو كوكتيل مهارات، ربنا بس يعني يستر ويبقى الماتش اللي جاي يادي بنفس الشيء. نروح لحاجه من حالات تعطيل الهجوم الواعد يا كابتن ايمن، وهنا لما نقول لو هذا اللاعب عدى في المنطقه اللي هي هنا كابتن، ايوه كابتن عادل، هنا عنده مساحه يعدي اللاعب ويعمل اللونج باس، يعمل كروس، يعدي، يروح. اذا هنا بنقول هنا تعطيل الهجوم الواعد في المنطقه ديت، وهنا المسك موجود، وبالتالي هنا تستحق البطاقه في الاخر. ودي حصلت مرتين، مره منيحه الثانيه كمان. كابتن ايمن هقول لك على حاجه مهمه جدا، كابتن محمد، ايوه كابتن، بنقول الحكم الكويس اللي هو عنده ايه معايير تسبب المخالفات واحد مظبوط. كابتن ايمن لفت نظر الحاجه، هو هنا ادى انذار على الشد، نفس الحاله ديت في تقريبا الشوط الاولاني بسيوني الناحيه الثانيه، ادى انذار للشد مع جيرالدو. هنا المعيار كابتن ايمن معيار واحد كويس، يعني ماشيين لحد دلوقتي احنا كويس. حلو، يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. مخرجنا الجميل معانا، يلا نعدي، يلا. ده الجون ده، هذه الحاله تقريبا اللي هي تسلل، يمكن هنا مع الجول كره قفش الشوط الاولاني، دي كانت دقيقه 9 كابتن ايمن، وكانت من عند المساعد رقم 2. حاله من الحالات الصعبه، يمكن عاوز اقول ان الفار هنا احيانا بتدخل، ولكن هنا كان هاني عبد الفتاح اعتقد من خلال هذه الصوره هنا في القدم هنا اعتقد مغطيه التسلل، يمكن مش فاتح القدم هنا، القدم هنا مغطيه التسلل، وبالتالي كان يجب استمراريه اللعب في هذه الحاله. ولكن طبعا هاني ادى مباراه ولا اروع في الحالات اللي عدت. نروح للحاله اللي قبل الاخيره او الاخيره ونشوف. ستوب، هذا الحكم التمركز، ونقول دايما الحكم الشاطر هو بيعمل تمركز، بيبقى كل اللعيبه دي كابتن هنا كل اللعيبه مع الحكم مساعد، هو شايف الكل موجود. حاله من الحالات اللي هي في دقيقه 87، حاله من الحالات صعبه جدا طالب فيها النادي انبي بركله جزاء نتيجه لمس الكره باليد، ولكن هو هنا القرار من اول لحظه نتيجه الكرب ونتيجه ان هو الكونسنتريشن عالي جدا رغم ان هي في دقيقه 86 لم يتاثر وامر باستمرار اللعب. لو رحنا شفنا اللعبه هنلاقي اللعبه بتصطدم بالقدم ثم بتيجي في كتف اللاعب النادي الاهلي لا وجود لاي مخالفه. هنشوف اللعبه تاني هنا من اول خالص، هنا ردت ستوب، هنا في الكره بتصطدم بالكتف وليس بالذراع او باليد، صح، وبالتالي هنا الكتف الفوق وده مسموح به. هنا البنا على بعد تقريبا 3 يارد، هنا الفار وقف، ودي اخر حاجه هقولها. ليه الفار وقف يا كابتن محمد؟ الفار وقف لتاكيد القرار، لتاكيد القرار، حتى يعني هنا بقول له ديلي ما تستأنفش. أيوة. ليه؟ لو استأنف القرار يبقى ما اقدرش ارجع للقرار الاولاني. طيب. تاني هقول لو النهارده عندي حاله ركله جزاء وبعدين استأنفت بعديها ما اقدرش ارجع لها. اذا بعمل ديلي للحاله لحين التاكد منها. يعني لو الكره طلعت وراحت هجمه ما تحسبش؟ اثناء اللعب مش شغال؟ لا ما ارجعش بقى. لو لعبت وقف ايوه واستأنف اللعبه كابتن محمد، أيوة. ما اقدرش ارجع للقرار حتى لو كان صحيح. تمام، انا باختصار طبعا بدي اداء متميز لطاقم التحكيم. عندنا كمان الحكم الدولي الكبير اللي راح كاس العالم كان في الفار، محمود ابو الرجال، وكان محمود دسوقي، تقريبا الطاقم التحكيم كله سواء كان في الفيد او كان في الفار كانوا النهارده على درجه كبيره ممتاز، ودي اخر الحالات اللي عندنا. شكرا جزيلا لكابتن التحكيم كابتن ناصر عماد. شكرا كابتن، شكرا كابتن، شكرا كابتن. نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين.